مساء الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم أصل الحكاية. هنتكلم النهاردة عن موضوع غريب جدا واتقال فيه روايات كتير وأساطير كتير. ناس كتير شايفاه تحفة فنية معمارية شاهدة على جمال العمارة المصرية، وبالذات لما تندمج مع الحضارة الهندية. وكمان ناس كتير سموه بالقصر الذي لا تغيب عنه الشمس. ومش بس كده، في ناس تانية كمان سموه بالقصر الدوار، لأنه الشخص هو قاعد فيه بيقدر يشوف جميع الاتجاهات في نفس مكانه. تمام. بس مش بس كده، يعني كان مشهور بفخامته وبجماله. برغم كده كان أصحابه مش عايشين حياة سعيدة وهادية. واطلع عليه قصص كتير رعب وكلام مرعب كتير، بس وسموه ناس بيت الرعب. عشان تعرفوا ايه هو القصر ده، تابعوا التقرير اللي جاي ده، فاصل وراجعين. منذ نشأته وقصر البارون يملك قدرا كبيرا من الإثارة التي بدأت بشكله الهندي المميز وبمعماره الجميل ذي الطابع الإسلامي، ببرجه الذي يدور حيث دارت الشمس، وبحجراته القليلة التي يملأها الغموض. ولكن رغم فخامة القصر وتميزه، إلا أن البارون وعائلته لم يتمتعوا بحياة سعيدة خلف جدرانه. فالبارون كان مريضا بالصرع، وكثيرا ما كانت تنتابه النوبات الصرعية، وكانت ابنته قد أصيبت بشلل الأطفال بعد ولادتها بسبب شدته في التعامل. أما أخته فقد سقطت من شرفة غرفتها الداخلية حينما كان البارون يدور ببرج القصر في إحدى المرات، فتوقف القصر عن الدوران بعدها، حتى أنه اشتهر بالقصر لا يسمح بوجود بشري داخله، واكتملت أسطورته بانقطاع نسل البارون بعد وفاته، فلم يظهر له وريث واضح يطالب به. ورغم ما قام به البارون من إنجازات في مصر، إلا أن القصر ظل هو الأبرز والأهم. عاش البارون ومات ودفن في مصر تنفيذا لوصيته أن يدفن في مصر لشدة تعلقه بها. وبعد وفاته أصبح القصر مثار جدل كبير بين أنه مسكون وبين أنه يتم تصوير أفلام سينمائية فيه. وظل قصر البارون ينسج العديد من الأساطير حوله وحول سكانه من الإنس والجن، ثم عبدة الشياطين الذين اتخذوه في وقت ما مكانا لتجمعهم ليلا، حيث تحول وصفه إلى بيت الرعب لما يتم سماعه من أصوات تحريك أثاث القصر بين حجراته عند منتصف الليل، وتضيء فيه أضواء فجأة في الساحة الخلفية وتنطفئ كذلك فجأة، وهذا ما لاحظه سكان المنطقة. ولم يقتصر الأمر فقط على الأضواء والأصوات، ففي عام 1982 شهد العديد من المارة دخانا ينبعث من الحجرة الرئيسية للقصر، ثم دخل في شباك البرج الرئيسي للقصر، وبعدها ظهر وهج نيران وانطفأ لوحده دون تدخل أي أحد. ويصور بواب أحد العمارات المواجهة للقصر بأن الأشباح لا تظهر به إلا ليلا، وهي لا تتيح الفرصة لأحد أن يظل داخل القصر مهما كلفهم الثمن. وزي ما شفنا في التقرير اللي كان معاكو، الانتقادات والكلام الكتير عن موضوع قصر البارون من ساعة ما تم بنائه لحد دلوقتي
عشان كده هستضيف معايا النهارده الاستاذ حسام الدمراني، الصحفي والباحث في مجال الاعلام. اهلا بحضرتك. يا استاذه نانسي وبالساده المشاهدين، اهلا. اهلا. كنت حابه اسال حضرتك ايه رايك في الاقاويل اللي بتتقال على الموضوع عبده الشياطين اللي في قصر البارون؟ طيب البدايه يا استاذه نانسي، خلينا نتكلم شويه ارقام كده معينه عن هذه التحفه المعماريه اللي بناها المهندس البلجيكي البارون امبان، ادوارد امبان. هو الراجل كان مفتون بالرحلات وبالتجول، لما جه وصل مصر بعد افتتاح قناة السويس المصرية عجبته مصر جدا، وبدأ يكتشف في منطقة شرق القاهرة اللي هي منطقة القصر اللي موجودة في مصر الجديدة حاليا دلوقتي، وبدأ يتواصل مع الحكومة المصرية. انه كان ما كانش الأول عايز يعمل القصر بعينه، هو كان محتاج يعمل حي كامل، وكان هيطلق عليه حتى اسم هليوبلس، وكان محتاج يعمل حتى زي خط مترو يوصل ما بين هذا، يوصل هذا الحي بالقاهرة. تقريبا طلبوا الحكومة المصرية في وقتها اترفض او هكذا يعني، واتوافق له بس فقط على بناء هذا القصر. وبدأ الراجل يشتغل على ان يجيب المعدات ويجيب الخامات من ايطاليا ومن بلجيكا بره، وبدأ يعمل هذا الصرح المعماري، التحفة المعمارية العظيمة الجميلة جدا اللي احنا ما زلنا يعني بننبهر بشكلها وبتصميمها المعماري الهائل يعني. نفوت بقى لوفاة هذا الرجل العظيم مهندس البلجيكي سنة 1929، وبعدها تم قفل هذا القصر. من 29 لتقريبا 61 تم فتح هذا القصر يمكن لأول مرة بعد وفاة صاحبه، وكان بسبب أن لجنة جرد أموال البلجيكيين في مصر بعد عمليات التأميم كانوا داخلين عشان يبدأوا يعملوا حصر لهذه المقتنيات الموجودة داخل هذا القصر يعني، وبعدها اتقفل من 61. تم فتحه مرة تانية مرة أخرى سنة 75 لتصوير أحد الأفلام للفنان حسين فهمي والفنانة شادية، هو فيلم الهارب، وتصور منه مشاهد كثيرة جدا بداخله يعني. من 75 ظل هذا القصر مغلق يعني مقفول لفترة طويلة جدا حتى وقعت 97، وهم مجموعة الشباب المصريين اللي تسللوا لهذا القصر في أحد الليالي لإقامة بعض الحفلات البلاك ميتال، المزيكا البلاك ميتال. هذا الخبر عند اكتشافه كان الحكايات الشعبية من الجيران، شهادات الجيران كانوا بيشوفوا بعض الأضواء وهم ما عرفوش إن في حفلات جوه داخل هذا القصر، فبدأت تطلع الحكايات الشعبية طبعا اللي لا تستند للمعلومات اطلاقا يعني، ان داخل هذا القصر في شياطين وفي حاجات غريبة بتحصل وظواهر مش طبيعية. لما تم القاء القبض على هؤلاء الشباب، وبالنسبه لدوران القصر طيب حضرتك اللي الجيران شافوه ده، لا الدوران ده هندسيا المهندس ادوارد امبان صاحب هذا القصر لما بنى هذا القصر هو بناه على بعض الدوائر الهندسيه اللي بتمكن هذا القصر من انه يلف خلال كل ساعه مره كامله، عشان هو كان راجل حابب يعني الاستمتاع بشكل مصر انه يشوفها من خلال سطح او من خلال اعلى نقطه في هذا القصر، كان تقريبا يعني في وقت الغروب. طب حضرتك بس نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضلي يا فندم. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل موضوعنا عن عبدة الشياطين اللي قالوا انه موجودين في القصر. حاجه احنا شعبنا شعب مصر شعب جميل جدا يعني، بيجيد الحكايات، وطول الوقت احنا لما نبص على موروثنا الاجتماعي والشعبي يعني مش اول مره يصار هذا مثل هذه الاقاويل على مكان مقفول اكتر من 108 سنه يمكن.
كل الحكايه زي ما قلت لحضرتك، هو سنه 97 حصل لمجموعه شباب مصري بسيط بيحب ينبسط ويحتفل، فدخل جوه هذا القصر تسلل وعملوا مجموعه حفلات مزيكا صاخبه. يعني هو كانوا بيخشوا اللي هو البواب مش واخد باله يعني في يعني صحفيا لو رجعنا للارشيف الصحفي وقتها على ما اذكر، يعني الاطلاع على ارشيف هذه القضيه تحديدا، اتقال ان كان البواب اللي بيحرس هذا القصر كان بيرضوه بحاجات كده بسيطه وبتاع بيعديهم يعني، تمام؟ كأي حد يعني متواجد بيحرس هذا القصر، وهو طبعا راجل ما كانش يمكن مسؤول او كان راجل بسيط جدا ما يعرفش يعني. هم دخلوا جوه بيدخلوا يعملوا حفلات ومزيكا وكان في اضاءات وحاجات زي كده، فالجيران والبعض اللي بيحرسوا الامارات في هذه المنطقه قالوا ان جوه بيحصل حاجات مش طبيعيه، حاجات غريبه جدا. فلما تم القبض على لما تم اثاره هذا الموضوع صحفيا، واللي اثاره تحديدا صحافه الاثاره يعني، وبداوا يطلقوا مثل هذا النوع من العناوين الصحفيه الصاخبه يعني، ان هو عبد الشيطان وحاجات زي كده، في حين هم يعني لو اطلعنا على الارشيف القضيه ببساطه هم ناس عايزين ينبسطوا ويحتفلوا، فلقوا مكان زي ده اثري ودخلوا جواه يعني. ولكن بعد شويه نكتشف ان من 97 تم تصوير فيلمين مصريين داخل هذا القصر ولنجوم محبوبين جدا، فيلم لاحمد الفنان احمد حلمي اللي هو جعلتني مجرما، وفيلم ثاني لمحمد سعد اللي هو حياه مبهدله. دي إشارة دلالة يعني أن هذا القصر آمن تماما، وأنه تحفة معمارية يجب نحتفي بها، ويجب ننتظر دور وزارة الأثار وإقطاع الأثار الإسلامية والقبطية في مصر عند انتهاء ترميم هذا القصر، وبعدين نبدأ نشوف بقى هذا المعمار البلجيكي الجميل يعني، اللي هو يعتبر خلاص هو ضمن الأثار المصرية حاليا دلوقتي. طب هو ليه كل اللي بنسمعه ده بقى، وأنه توقف القصر عشان ان اخت البارون ماتت فيه، فمساعتها ما بقاش يدور، وقصص كتيره جدا. هو اتقال ان القاعده المتحركه اللي كان اضافها او بناها المهندس ادوار امبان وقتها، علشان هو كان حابب يطلع على اعلى نقطه في هذا القصر في وقت الغروب وهو بيشرب فنجان الشاي يتفرج على مصر بشكل دائري، فكانت القاعده دي بتمكن المتواجد في هذا داخل هذا القصر ان كل ساعه بيتم دوران هذا القصر لمده دقائق معدوده يعني. اتقال برضو من ضمن يعني، وده اغلبها جت في الصحافه يعني طول الوقت، ان حكايات عن ان هذا القصر لما اخته توفت حزن القصر، او هذه القاعده المتحركه توقفت حزنا على اخت البارون امبان، لكن ده كلام غير علمي يعني. الكلام العلمي انا في تقييمي يعني ان القاعده المتحركه، لان القصر تقريبا من 1911 لغايه 2019 او لغايه 2000 يعني تجاوز ال 100 سنه، 2011 يعني ال 100 سنه، فطبيعي ان التروس والماكينات اللي كانت بتشتغل ممكن تكون محتاجه بعض الترميم والصيانه، وده اللي بتعمله دلوقتي وزاره الاثار يعني وقطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه، ان القصر طول الوقت فيه عمليه ترميم، وان خلال ان شاء الله الفتره القريبه يعني هيتم افتتاح هذا القصر يعني. بس فقط لغير حضرتك تفسر بين الجيران قالوا ان شافوها بتتحرك رغم ان هي وقفت من مده يعني. نعم. بزمن يعني، الجيران قالوا ان هي شافوا بتدور القصر حوالين نفسه. ما هو يعني وارد تكون مثلا في فترات معينه هذه التروس او الماكينات في مرحله عمليه الصيانه الفتره الاخيره اخر السنوات اللي مرت علينا، لما استلم وزاره الاثار استلمته وقطاع السياحه المصريه استلموا هذا القصر وبداوا على ترميمه، وارد جدا ان يعني يتم صيانه مثل هذه القاعده المتحرك، فطبيعي ان انت ممكن تكون مره صدفك شفت القصر بيلف او الجزء العلوي منه بيلف، ف برضه زي ما بقول لحضرتك الكلام العلمي ان عمليه ترميم طبيعيه بماكينات عدى عليها او تجاوز عمرها ال 100 عام بيتم صيانتها حاليا، فوارد تكون وزاره الاثار، وانا اثق في وزاره الاثار المصريه يعني والخبراء المصريين عندنا والدكاتره، انه هم قادرين على استعاده هذا القصر الجميل، وان احنا نشوف تحفه معماريه زي ما تم بنائها يعني. تمام. بس ليه الناس دايما بتحاول تطلع اشاعات يعني؟ لحد وقت قريب في ناس كانوا بيقولوا ان هم هناك. نعم. من الناس اللي بيرمموا ان هم لاحظوا حاجات غريبه. تمام. هناك برضو. تمام. فايه الفايده من ان هم يطلعوا كلام زي ده مش حقيقي يعني؟ ما انا بقول لحضرتك هو جزء من تركيبه شعبنا الجميله يعني، ان احنا طول الوقت بنحكي حكايات. لو رجعنا زي ما بقول لحضرتك في التاريخ على اماكن بعينها اثريه، ممكن بينسج طول الوقت في التاريخ المصري عنها حكايات شعبيه طريفه يعني، لكن في الحقيقه الكلام العلمي
انا اتمنى ان مثلا يعني احد من اصدقائنا الصحفيين في يعني احد مصدرهم وزاره الاثار ان يروح يقضي ليله كامله او يوم كامل مع خبرائنا المرممين في هذا القصر ويبدا يكتب شهاده كبيره جدا او قصه صحفيه او تحقيق تلفزيوني عن ما يدار داخل هذا القصر يعني. طب هو ليه ما حدش عمل كده قبل كده عشان ينهوا الاقاويل دي كلها؟ انا يعني طول الوقت بيتقال ان الوزاره بتتاخر في التصريح وان العمليه ممكن تطول شويه وكده، لكن انا شايف ان لو في صحفي واخد العمليه بشكل جد ممكن يتواصل مع الوزير الدكتور خالد عناني، وراجل يعني مثقف ومستنير وممكن يتم قبول هذه الدعوه ويعني ويرحبوا بيه، فيبدا يدخل يوثق شهاده صحفيه او اعلاميه مصوره للناس ويبدا يقول بشكل علمي بقى وبشكل واقعي ما يدار داخل هذا القصر يعني لتفنيد مثل هذه الاقاويل او الخرافات اللي اتقالت او اللي اتنسجت عن تاريخ هذا القصر يعني. طيب هو اتقال انه في غرفه بتاعت سحر كان في القصر ده، يعني هي السبب في ان اصحاب القصر هم يموتوا، يعني كل واحد موته غريبه يعني. طيب فهو في اصلا غرفه فيها سحر كان بيمارس سحر فيها او كده؟ طيب انا هجاوب على حضرتك على هذا السؤال بس من منطقه ثانيه. طيب حضرتك بتقولي بيقال، مين هم اللي بيقولوا يعني؟ مصادر يعني مصادر او مصادر مجهله او ما حدش يعرف، لكن لو حضرتك مثلا لاحظتي عملنا مسح كده على الكتب المصريه اللي تناولت هذا القصر وهذه التحفه المعماريه هتلاقي ان حاجات لا تذكر اتعملت عن تاريخ هذا القصر تماما. وانا لغايه دلوقتي يعني من اول ما حضرتك دعيتيني لهذه الحلقه في اطار البحث يعني ما لقيتش حاجه موثقه بشكل حقيقي فيها مراجع ومصادر وشهادات حيه وعلميه ورسميه من وزاره الاثار مثلا ومن الخبراء الاساتذه الاجلاء اللي عندنا في وزاره الاثار المصريه وفي كليات الاثار في الجامعات المصريه بشكل عام يوثقوا بحث عن تاريخ هذا القصر. طول الوقت هي شهادات ومصادر مجهوله تحدثت عن تاريخ هذا القصر وعملت هاله وعناوين مثيره طول الوقت، فاحنا بنتلقى مثل هذا النوع دون ان احنا نبدا نحلله يعني. انا مطلوب مني ان انا لما اقرا مقاله عن تاريخ هذا القصر وتاريخ عريق يعني ان انا على الاقل ادور او اسال صاحب المقال اقول له طب مراجعك فين او شاهد مصادرك فين او هل رحت اتقابلت مع حد رسمي من القائمين على ترميم هذا القصر واستعنت بشهادته، هل استفدت بشهادات احد المقربين من تاريخ هذا القصر بشكل حقيقي. بس يعني انا بقصد تبرير علمي عن يكتب عن تاريخ هذا القصر وعن مقترياته وعن مرحله ترميمه وعن كم مره تم افتتاحه، واخد بال حضرتك؟ بس تمام. ده المطلوب، لكن طول الوقت انت بتقرا شهادات مجهوله المصدر وغير موثقه انا ما بصدقش. بس طب هو كان في فتره مسموح للقصر ده ان يقيموا فيه الافراح والمناسبات تقريبا لمده معينه يعني كده في غفله من الزمن زي ما اقول لحضرتك ده يعني لم يحدث فقط داخل هذا القصر يعني العظيم، حصل كمان في قلعه قايتباي في اسكندريه ان بعض الناس فتحوا قاعات افراح وحاجات كده جوه قايتباي الاسكندريه، وبعدين لما الصحافه بدات تتناول هذا الامر الحقيقه وزاره الاثار المصريه بدات تاخد دور جد في منع مثل هذه الاحتفالات يعني. بس طب هو ليه اتساب طول المده دي يعني ما كانش حد بيهتم بيه لا بالعكس، ليه وزاره الاثار المصريه وقطاع السياحه المصريين بيشتغل عليهم فتره كبيره جدا بس هو برضه اتساب مده طويله لحد ما ابتدوا يعني هم يشتغلوا فيه. يمكن جزء منه بيرجع يا استاذه نانسي لمساله الاتفاق مع الوريث اللي هو حفيد البارون امبان، وتقريبا على ما اذكر ان وزير الاسكان وقتها يعني قبل ثوره 25 يناير بدا يتواصل مع الحفيد وان هم يدوا له قطعه ارض في الاستثمار يعني مقابل هذا القصر، وبالفعل تم الاتفاق على هذا الامر وتولته قطاع السياحه المصريه ووزاره الاثار وبدا عمليه الترميم تحدث يعني. طب الموضوع ده اثر عليه يعني؟ ما اثرش عليه والله، انا شايف بس هنا مساله وقت، انت احنا محتاجين طول الوقت يعني مشروعات كبيره زي كده قصر عمره يتجاوز ال 100 عام، احنا محتاجين ان احنا نصبر شويه وبس ونتابع عن كسب عن قرب مع السيد وزير الاثار ومع المسؤولين طول الوقت الى يعني ايه حصل انتهيته من ايه، طب هيتم افتتاحه امتى. وعايز اقول لحضرتك حاجه، لو حضرتك بتتابع امبارح الاخبار وزاره الاثار كانت يعني بعتت عربيه مترو تقريبا او من العربات القديمه يعني التاريخيه اللي كانت موجوده في مصر الجديده قدام قصر امبان
وتم وضعها في حديقة هذا القصر. يعني دلالة بتثبت ان وزارة الآثار على قضاء مصاد بتشتغل على هذا الملف مش سايباه يعني. طب تمام، هما يعني جابوا شيوخ او علماء قالوا انه فعلا ما فيش حاجه في القصر دي، في القصر ده يعني اجزمه كده ولا بس هما قالوا؟ انا بظني ده لم يحدث، يعني ده برضه جزء من الاستهلاك الاخباري اللي يعني اللي بتطلقه الماكينه الخاصه بصحافه الاثاره في مصر. وزي ما بقول لحضرتك حتى لو ده كتب هو من باب الاستهلاك، بس انت عايز تعمل قصه صحفيه عشان تبيع فتبدا تقول احنا بنستعين بمشايخ معينه او كده. لا طب ما انت ممكن تستعين كصحفي بالعلماء والخبراء وما اكثرهم في مصر. ايوه يعني طب هو العلماء والخبراء ما استعانوش بيهم كمان صح؟ هو طول الوقت الصحافه المصريه صحافه الاثاره في مصر طول الوقت اللي بتتناول مثل هذه النوع من الموضوعات بتلجا للمشايخ والجانب الخرافي من القصه عشان يعمل عناوين سخنه ويبدا يوزع ويبيع ويعمل قراءات كبيره فقط لا غير. لكن الصحافه المصريه طبعا فيها يعني اساتذه كبار وبيتولى هذا الملف خاصة في الصحافة القومية وفي الصحافة الخاصة حتى من زملائنا يعني. بس أتمنى أن هم طول الوقت يرجعوا للإحصائيات الرسمية، يرجعوا للمتخصصين، يرجعوا لوزارة الآثار، يرجعوا لكليات الآثار عشان نبدأ نعمل جهد أو قصص صحفية أو كتاب يطلع مصري بيوثق بشكل حقيقي وعملي تاريخ هذا القصر. ده بنتمناه طول الوقت يعني، ومش هذا يعني مش في هذا الملف فقط لا غير، انا اتمنى في كل الملفات يعني. انا برضه اتمنى ان احنا لما نيجي نطلع كتاب عن تاريخ أثر بعينه في مصر سواء قبطي إسلامي أو يهودي أو تاريخ عن أحد الشخصيات الثقافية المؤثرة في مصر، أتمنى طول الوقت أن احنا نتعامل معها بجدية ونتعامل معها من منطلق احترام عقول القارئ، أن أنا أبدأ أستعين على شهادات وعلى وثائق وعلى الخبراء والمتخصصين عشان أطلع جهد بحثي يكشف لي جوانب أخرى عن الأثر أو عن المكان أو عن الشخصية اللي بتناولها. ده اتمناه طول الوقت يعني. هو يا ريت طبعا. بس حضرتك سمعت عن الجدل اللي بيتقال حوالين لون القصر وان هو اصلا مش اللون الاصلي الاصلي للاصل للقصر؟ برضه بشكل موازي يا استاذه نانسي، لو حضرتك بصيتي على التماثيل اللي طول الوقت بيتم تشويهها في الشوارع، وده حصل بعد ثوره 25 يناير بحاجه بسيطه جدا، ان في تماثيل ومنحوتات في الميادين المصريه بيتم تشويهها من الشباب الاطفال المراهقين حاجات زي كده. فبمبادرات برضه شخصيه بيتم مثلا بعض الاشخاص داخل الميدان او المنطقه القريبه من ميدان معين في تمثال تم تشويهه بيبدا يجيب شويه بوهيات وحاجات وبتاع وبيتم دهان مثل هذا النوع من التماثيل، فنبدا نصور نقول ده تمثال تم تشويهه، فنبدا نرجع للمتخصصين بعد كده، فالوزارات المعنيه بتبدا تبعت فريق برضه مرممين متخصصين ويبدا يستعيدوا هذا التمثال لرونقه وشكله الحقيقي. مسألة لونه يعني لم يتغير أو يتغير. كان معانا مداخلة بس تليفونية. اتفضل. محمد أيوة اتفضل. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. لماذا تأخر المصريون من ترميم قصر الفاروق؟ نعم معلش سؤال مرة تانية. لماذا تأخر المصريون من ترميم قصر الفاروق؟ لماذا إيه؟ علي صوتك يا محمد شوية. معلش السؤال مرة تانية. الخط قطع. تمام اوكي. اللي انا فهمته هو بيقول يعني حاجة كده المصريون لترميم قصر الباروك. هو زي ما بقول لحضرتك احنا يعني محمد يمكن واضح من صوته حتى ان هو يعني اقل من 15 سنة او عمر صغير يعني، فأكيد بيطلع لي القصص المستهلكة موجودة في بعض الكتب أو بعض الموضوعات الصحفية أو على النت يعني أو على الإنترنت للأسف يعني. وهي في أغلبها زي ما قلت لحضرتك معلومات للأسف مش يعني مش مصاغة بشكل علمي. فهو أنا على ما أظن يعني على ما أظن هو بيتمنى أن يلاقي بحث أو جهد موثق من الصحفيين أو من كتبنا الكبار عن تاريخ هذا القصر ويكون في زي ما قلت لحضرتك اللي يعني هو ما فيش أي أوراق موثقة خالص عنه؟ لا هو في بس احنا يعني بنكسل يعني. هو في ممكن انا ارجع لوزاره الاثار لو هبدا اشتغل على كتاب عن تاريخ هذا القصر يعني هرجع انا هشتغلها كده هرجع لوزاره الاثار الوساد الوزير وبعدين هرجع لاساتذه متخصصين في الاثار القبطيه والاسلاميه في مصر في كليه الاثار جامعه القاهره وهبدا اشتغل لدار الكتب والوثائق هشوف الارشيف الصحفي اللي اتكلم عن تاريخ هذا القصر الحكايات اللي تم رصدها عشان اعمل باب فصل عن ازاي الصحافه المصريه تناولت هذا القصر وازاي يعني منحته الخلود من منطلق او من مدخل الشعوذه والخرافه مش من مدخل علمي يعني.
وهتبدأ يعني تبحث كمان عن مثلا تتواصل مع احد احفاد البارون امبان، وموجود تقريبا في بلجيكا، وفي بالمناسبه في تقريبا وزاره الطيران المصريه كانت دعت وفد خلال الاسبوع اللي فات من مؤسسه البارون امبان في بلجيكا، وهم جم وتقريبا في يعني كلام اتقال عن ان هم هيشاركوا في مساله الترميم. تمام، بس احنا نرجع تاني للسؤال بتاع اللون، هو اللون فعلا ده اللون الاصلي للقصر ولا لا؟ على ما على ما اظن لا على ما اظن ده لون مرتبط بمساله الترميم اللي بتقوم بيها وزاره الاثار، مش اللون الاصلي لهذا القصر. طب ازاي الصحافه والاعلام تناولوا القضيه دي يعني؟ ما انا قلت لحضرتك هو يعني انا عيني طول الوقت على القصص الصحفيه اللي تم اسرتها عن هذا اللي هو اللي عن الانترنت اللي هو عن الخرافات بس يعني عن بالظبط، ان هي طول الوقت صحافه اثاره اللي بتشتغل على اعطاء جانب غامض او هلامي او وهمي يعني عن تاريخ هذا القصر، وان الحكايات اللي بتثار داخله انه بيدخلوا حاجات غريبه بتحصل، مسكون، اوضه السحر، حاجات زي كده. طبعا. لكن هم يعني تناسوا انه قطعه معماريه يعني جميله جدا، وان احنا بننتظر وزاره الاثار المصريه ان تخلص هذا هذه العمليه ونبدا يتم افتتاحه ونشوف. يعني في بعض الاراء اتقالت كمان انه يتم تحويله لمتحف، نتمنى ده ولو تم افتتاحه كمتحف انا هبدا ادخل، وهيبقى في حوالي الجيران هيبداوا يتواصلوا ويزوروا هذا القصر، فيتاكدوا انه ما فيش حاجه مش طبيعيه بتدور داخله، هو فقط بس مكان مغلق مقفول لفترات تاريخيه طويله جدا. تم إثارة بعض الموضوعات الصحفية اللي غزت هذا النوع من الموضوعات المثيرة للجدل يعني، دون الاستناد لأي تبرير علمي، دون الاستناد للخبراء، دون القيام بجهد صحفي إن أنا أروح أشتغل على القصة عن قرب، إن أنا أروح أقدم زي ما قلت لحضرتك على طلب تصوير داخل وزارة الآثار وأبدأ أعمل معايشة يومية مع المرممين الفريق الموجود هناك، وابدا اشوف بنفسي وبعيني يعني واسجل شهاده صحفيه كبيره جدا لمصر وللتاريخ وللناس يعني عن ان هذا القصر قطعه معماريه عظيمه جميله يجب ان احنا نحتفي بيها، مش يجب طول الوقت ان احنا نشوهها بكلام غير علمي يعني. ده المطلوب، اتمنى ده من زمايلي يعني في ملف وزاره الاثار الصحفيين يعني. تمام، دلوقتي معنا مداخله من الدكتور مختار الكسباني، استاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. ألو، تفضل. ألو. أيوة، تفضل يا دكتور. أهلا بحضرتك. إيه رأي حضرتك في الجدل اللي اتقال اللي بقى حوالين قصر البارون؟ ألو. أيوة معاكي. بسأل حضرتك إيه رأيك حول الجدل اللي تم إثارته حوالين قصر البارون؟ الجدل اللي هو ضد الترميم ده جانب، والجدل اللي قالك لا يترمم ده جانب تاني. تمام. اولا هذا القصر ده كان ليه حكايه في تسجيله في اداب الاثار الاسلاميه، نشره عرضه للبيع للحكومه المصريه بمليون جنيه، واخد بالك؟ تمام. فبعض الناس اللي هم يعني استقطروا مبلغ المليون جنيه قالوا لا، قعد الموضوع سنة، تاني سنة عرضوه برضو فقال لك هنشتريه 5 مليون جنيه. تمام. واخد بالك؟ تالت سنة عرضوا 25 مليون جنيه. يعني هنا القيمة المادية بتاعته بتزيد. بتزيد واخد بالك؟ تمام. ما اتحلش الموضوع إلا أيام سوزان مبارك ووزير الإسكان ساعتها اللي راح للناس اللي اشتروا القصر ارض في مصر الجديده يمكن فوق وخد القصر على اساس انه يعملوا استراحه خالص. جت وزاره الاثار هيئه الاثار قالت لا احنا هناخده ونطوره، فبدانا نحط خطه لترميم هذا القصر باعتباره انه يمثل طراز أتى به راجل أجنبي وأصدحي مصر جديدة بما فيها هذا القصر وحي الكربة
وكنيسة السودان اللي موجودة في مصر الجديدة، كل دي اتعملت على الطراز المهووس الهندي. تمام. الفترة الأخيرة دي أنا جينا نرمم القصر. طبعا لابد إن احنا نرجع ل صدر الشتية. أنا غريب القصر منذ كفاءه. الخط قطع، معلش نرجع نتكلم. طيب يا دكتور، يعني حضرتك اجزمت يعني ان مفيش اي حاجه من الحاجات دي، يعني حضرتك يعني متاكد العقل ولا العقل والمنطق يقول كده؟ وزي ما قلت حضرتك لما تستعرضي التاريخ الصحفي في تناوله لهذه القصه، هو خطاب لا يستند للحقائق العلميه والادله العلميه، خطاب لا يستند للخبراء، طول الوقت بيعتمد على مساله الشعوذه والخرافات، وهو فقط بس ده للاسف يعني بينطلق من زي ما قلت لحضرتك الصحافه اللي بتشتغل على النوع من الموضوعات الصحفيه للاثاره بغرض ان هي تبيع وتعمل قصه، يبدا القارئ يشتري العدد عشان يقرا يعني. لكن لما تيجي تقرا تلاقي ان هو تبرير غير علمي، وده مأخذ على الصحافه المصريه في تعاملها مع هذا القصر بتاريخه وهذا المعمار اللي احنا يجب يعني طول الوقت نساند وزاره الثقافه، وزاره اسف الاثار المصريه، ونساند خبرائنا ونستعين بيهم عشان ندعم قصصنا الصحفيه بارقام وباحصائيات ونقول بشكل حقيقي واقعي تاريخ هذا القصر يعني، ده المطلوب يعني. لكن هو تم التعامل معاه على العكس من كده. لكن ننسى اللي فات، اتمنى ان اللي جاي ان شاء الله ان يتم فتح هذا الملف صحفيا من يعني سواء من كتاب مقالات او من زملائي في المتخصصين بهذا الموضوع يعني، ونبدا نروح للخبراء الحقيقيين، نروح للمرممين، نعمل معايشه يوميه داخل هذا القصر، ونبدا نسجل شهادات صحفيه وعلميه واقعيه يعني. طب هو فعلا اصحاب القصر ماتوا بطريقه غريبه كلهم ولا ده كلام بس؟ ما انا بقول ده جزء من يعني ده جزء برضه من الـ الـ الحكايات الشعبيه اللي الصحفي قاعد يعني بيكتب كده والموضوع خلاص هو ما راحش وما تعب ما تعبش يعني. بدليل لو حضرتك بصيتي هتلاقي على الموضوعات الوفاه، هو مثلا في احفاد هذا البارون عايشين موجودين لغايه دلوقتي، ممكن كان تعب شويه وبدا يتواصل معاهم بره وكان هيوصل لهم يعني، كان لو راح لوزاره الاثار وطلب ايميلاتهم او ارقام تليفوناتهم دلوقتي على الواتساب ممكن تتواصل مع حفيد البارون وتقول له والله انت اختك حصل كذا وتوفت بسبب كذا، وان الترس القاعده الدائريه دي حزنت فوقفت وبسبب وفاه اختك، طب ايه حكايه غرفه السحر؟ فتبدا تجيب شهاده حقيقيه من حفيد البارون عن كل هذه الحقائق فيتم تفنيدها. بس ده المطلوب يعني، لكن للاسف محدش عمل ده على ما يعني. هو ما تعرفش يعني هو ماتوا ازاي كلهم يعني؟ بس دي كلها اقاويل حضرتك. هو طويل يعني، انا بقول لحضرتك يا استاذ زمان، هو طول الوقت انت بتاخد القصص من منطلق الخرافه، انت عايز تبيع لكن تيجي تقرا ما تلاقيش صحافه مدعومه بمعلومات بخريطه بالاعمار، حتى اعمار ابناء او احفاد او اخوات، شجره العيله لهذا البارون يعني موجودين فين في مصر بره، مين عاش منهم داخل هذا القصر بعد وفاته. لكن هو المسجل تاريخيا يعني عن هذا القصر ان بعد وفاه البارون 1929 تم اغلاق هذا القصر. طب هم ماتوا امتى اخواته؟ يعني هو الراجل توفى فاتقفل القصر بعديه. طب اخواته معنى كده ان القصر اتفتح فتره معينه تاريخيا يعني، وعاشوا اولاده وعاش احفاده زي يعني كان احفاده لحقوا انهم يعيشوا داخل هذا القصر وتوفوا يعني تباعا بسبب حكايات غامضه يعني. لكن تقريبا ده لم يحدث، لان غالبا ابناء البارون واحفاده هم مش موجودين في مصر، هم موجودين بره، وان هذا القصر المثبت تاريخيا تم غلقه بعد وفاه هذا البارون، وان المره الاولى تم افتتاح هذا القصر سنه 61 لما جت لجنه الجرد الخاصه بحصر اموال البلجيكيين داخل مصر بعد عمليات التاميم، فتحوه عشان يعملوا حصر للمقتنيات. المره الثانيه زي ما قلت لحضرتك سنه 75 فيلم حسين فهمي، الفنان حسين فهمي وفنان العظيمه شاديه، وبعديها وقعت 97، وبعدها وقعتين اللي هم فيلم احمد حلمي وفيلم محمد سعد. حضرتك شايف بقى قدام القصر ده هيبقى ايه قدام؟
يعني ممكن يبقى ايه قدام. انا رومانسي شويه في مساله التعامل، وازاي برضو نحافظ عليه يعني كتراث يعني في بلدنا. انا في البدايه زي ما بقول لحضرتك اثق في وزارتنا المصريه، اثق في خبرائنا المصريين واساتذتنا المصريين، واثق في الجهود اللي بتقام. انا كصحفي بتعامل طول الوقت بحسن النيه مع المصادر ومع المسؤولين، واثق في ان مصر خلاص يعني بدات تستوعب بشكل جد وحقيقي وسط القياده السياسيه اللي احنا يعني عايشين دلوقتي معاها، ووفق الرسائل اللي احنا بنسمعها طول الوقت من المسؤولين ان هي رسائل جاده يعني، وان دكتور خالد يعني من الاساتذه الكبار المتخصصين في هذا النوع من الاثار، وانه هذا الرجل يعي بشكل جيد تاريخ هذا القصر، واني انا على ما اظن يعني على ما اظن انا في انتظار افتتاح قصر يليق بمكان يعني بمكان لما تم غلقه سنه 29، واثق في الخبراء حتى لو طلاب لسه كليه الاثار مرممين الصغيرين، اثق في جوده شغلهم، وان هم ان شاء الله هيفاجئوا كل المصريين ويفاجئوا كل الصحفيين واحفاد حتى البارون اللي عايشين بره في الافتتاح ان شاء الله، ان احنا يعني بنعي جيدا قيمه الاثار المصريه والقبطيه والاسلاميه واي اثر موجود على هذه الارض يعني. ده الجانب الرومانسي. بس انا زي ما بقول لك العملي، انا محتاج ان انا اتواصل او ان انا اقرا قصص صحفيه الفتره الجايه فيها ارقام وفيها نرجع نتصل بالوزير، وراجل ما بيتاخرش طول الوقت يعني، ونبدا نساله ماذا تم في هذا القصر، وعمليه الترميم توقفت لفين، هل في ميزانيه معينه حضرتك رصدها، طيب هل في اشكاليه في الميزانيه محتاج دعم الفتره الجايه، طيب مساله الجنينه، لان كمان القصر ده كان يعني حواليه حديقه جميله جدا فيها انواع نادره من النباتات، هل هيتم استعادتها عن طريق المحافظه الفتره الجايه بالتعاون مع المحافظه، هل وزاره الثقافه هيتم الاستعانه بيها الفتره الجايه فيما يتعلق باصدار نشرات صحفيه او متخصصه او كتب عن تاريخ هذا القصر من قبل المثقفين. يعني في مشروعات الفتره الجايه احنا طول الوقت محتاجين كصحافه نسال عليها، وزي ما بقول لحضرتك انا اثق في وزاره الثقافه المصريه، واثق طبعا في وزاره الاثار المصريه، واثق في هيئه السياحه المصريه ان شاء الله هيقدموا لنا حاجه يعني تليق بهذا البلد يعني. طب موضوع عربه الترام اللي وصلت امبارح ده، ده معناه ان القصر هيتم افتتاحه قريب يعني؟ ما انا بقول لحضرتك هو يا استاذه نانسي دي اشاره، ان الخبر ده انا يعني قريته امبارح وهو منشور في كذا حته يعني بصراحه. ان وزاره الاثار المصريه بدات تبعت عربيه قطار من القطارات اللي كانت متواجده امام هذا القصر في الفترات القديمه شويه، وتم وضع هذه العربه امام او في حديقه هذا القصر. يعني دي دلاله يعني، لان هو هذا البارون كان بيتمنى ضمن مشروع انه يعمل حي هليوبلس الاول، وبعدين الحكومه المصريه تقريبا ما رضيتش او حاجه زي كده، وده احنا محتاجين حتى نرجع لها في الفتره دي صحفيا الارشيف الصحفي اللي صار حول هذا المشروع وايه اللي حصل يعني. بس نرجع تاني، دي دلاله ان وزاره الاثار بتقول للناس ان احنا مش يعني لا نغفل عن هذه التحفه المعماريه وان احنا شغالين، بس هي مساله وقت يعني. اوكي، بشكر حضرتك استاذ حسام، استفدنا من حضرتك جدا. استاذ حسام الدمراني الصحفي والباحث في مجال الاعلام، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. استنونا كل يوم سبت الساعه 5 في حلقات جديده.